أكيد هو مهماته راح تكون مؤقتة على اعتبار احنا مطالبين بانتخابات مبكرة، فعنده مهمات محددة، وبالأفضل انه يكون عنده مهمات استثنائية ايضا، بعض الصلاحيات التشريعية له ولحكومته، هذا يفضل. مهماته المحددة اولا توفير العيش الكريم للمواطن العراقي، يسعى بقدر الامكان انه يعني يخلي هاي الفوارق الطبقية تنزال، بالتالي هي مو صعبة وايضا مو سهلة، على اعتبار انه اليوم احنا بحاجة الى تشريع قانون العدالة، قوانين العدالة التقالية، منها قانون النظام الاجتماعي. ايضا عندنا بعض القضايا اللي شهدناها خلال الفترة الماضية، منها انه حصر السلاح بيد الدولة، منها محاسبة الفاسدين، كبار الفاسدين، وايضا محاسبة الذين اطلقوا النار على المتظاهرين. هذه المهمات الأساسية، ويسعى خلال فترة حكم الانتقالي المؤقت انه يخلي يشتغل على 3 قوانين مهمة: قانون الانتخابات، قانون الأحزاب مهم جدا، وقانون فوضى الانتخابات، حتى تصير عملية انتقالية سهلة.